Ouais. أجهزة قياس الإزاحة. وتعرفنا سابقا على نوع بوتنشيوميتر اللي يستخدم مع الماكرو ديسبليسمنت، والسترين جيج يستخدم مع المايكرو ديسبليسمنت أو مع السترين بالذات، والأدي كارنت. واليوم تعرف على شيء آخر اللي هو الليزر انترفيروميتر. والليزر انترفيروميتر كفكرة عامة يستخدم عادة بالصناعة بمكائن التشغيل الميكانيكي مع المخارط أو مع مكائن التفريز، وعادة هذا يعتمد على عملية التداخل الضوئي، التداخل الضوئي البناء. فمع هالصورة هذه نبقى حتى أشرح لكم طبيعة عمل هذا الجهاز، هذا المقياس. هذا مصدر الليزر اللي هو ينطي إشعاع هيليوم نيون ليزر، ينطي شعاع مكون أو مؤلف من ذبذبتين، الذبذبة الأولى F1 والذبذبة الثانية F2. هذا الشعاع البيم أوف ليزر يمررونه بما يسمى First Beam Splitter. هذا يفصل هذا البيم إلى جزئين. الجزء الأول يمرره إلى مكان آخر، إلى لوح فوتوغرافي رقم أي، وعادة هذا يمر بنفس الذبذبتين، فريكونسي رقم 1 وفريكونسي رقم 2. عادة ذول الفريكونسيز حدود 10^14 هرتز، والفرق ما بيناتهم 10^6 هرتز. هذا الشعاع الآخر، البيم الآخر المار بنفس المسار، أيضا يبقى بنفس الذبذبتين. هنا السبليتر هذا مجرد يقسم البيم إلى اتجاهين. هذا المار يمررونه على ما يسمى البولاريزنج بيم سبليتر. عملية الفصل هنا تختلف عن عملية الفصل الأولى. عملية الفصل هنا تكون بفصل الذبذبتين، بحيث أنه هذا البيم ينفصل إلى ذبذبتين، واحدة من عندهم تفصل باتجاه معين والثانية تمرر بنفس الاتجاه. الأولى اللي هي تحمل الفريكونسي رقم 1 تسلط على ما يسمى بعاكس، مكعب عاكس أو موشور، مثل ما عاكس، بحيث أنه يعكس البيم بنفس الاتجاه، يرجع بنفس الاتجاه لكنه باتجاه موازي يودي إلى نقطة أخرى. الجزء المار هذا يودونه إلى ريفلكتر آخر مشابه للأول، لكن هذا متحرك مربوط مع المكان اللي يريد نقيس مكانه، مثلا مربوط مع عدة القياس، مع عدة عفوا القطع، كأنه مع قلم القطع أو مع قلم التفريز وهكذا. فهذا يكون متحرك وهذا يكون ثابت. هذا البيم أيضا اللي هو مكون من فريكونسي واحدة فقط اللي هي F2 يعكس بالاتجاه المعاكس 180 درجة لكن بنقطة أخرى، بحيث ذول الثنين الـ F2 والـ F1 يلتقون بنقطة أخرى غير النقطة اللي انفصلوا من عندها. هاي نقطة الانفصال، هاي نقطة الالتقاء، وذول
ذولا الثنين من يلتقون مرة ثانية يودونهم إلى لوح فوتوغرافي آخر اللي هو بي. اللوح الفوتوغرافي أي يمر عليه شعاع بتو فريكونسيز، فالذبذبة هنا ثابتة، الفرق ما بيناتهم 10 و6، فهذا إلى خاصية توليد إشارة كهربائية فولتية معينة. قيمة الفولتية تعتمد على الفريكونسي، شدة الاف 1 و اف 2 والفريكونسي. هذا اللوح الفوتوغرافي بي ايضا الى خاصية توليد الاشارة الكهربائية. هنا طبعا الذبذبة للاشارة الكهربائية تعتمد على الفرق ما بين اف 1 و اف 2. هنا سرعة الذبذبة الكهربائية المتولدة راح تعتمد على الفرق ما بين F1 و F2 الملتقين هنا. ال F1 و F2 هنا ما راح يكون الفرق بيناتهم مثل ما موجود على الأي. ليش؟ لأن هاي المسافة متغيرة، هنا المسافة ثابتة. فهاي المسافة من تكون متغيرة في الشعاع هذا اللي ذاهب إلى العاكس المتغير الموقع وراجع، راح عدد الموجات يختلف تبعا للمسافة. فش راح يكون عندك راح تكون عملية تداخل بناء وهدام مع هذا الشعاع اللي هو رقم 1. بالتالي الفريكونسي المتولدة هنا بالبي وقيمة الفولتية راح تختلف عن الفريكونسي الموجودة بالأي. بالأي ثابتة، فعملية القياس راح بالإمكان معرفتها، قياس الإزاحة من خلال معرفة فارق الفريكونسي ما بين أي وبي. وفارق الفريكونسي عادة لكل ذبذبة واحدة، لكل طول موجي، فش يكون عندنا؟ يكون عندنا فارق الفريكونسي تكاملي يجمع واحدة 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 ورا الثانية. كل ما يكون فارق أكثر كل ما يكون عندك عدد الأطوال الموجية أكثر، وبالتالي هاي المسافة سوف تقاس بالاعتماد على عدد الأطوال الموجية للفريكونسيز اللي صار بها تداخل بناء وهدام بالموجات الضوئية. وهذه معلومات عامة عن الليزر هذه اللي هو هنا يقول الديول فريكونسي هيليوم نيون ليزر. ومثل ما قلت لكم الفريكونسي الطبيعية الاعتيادية 5 × 10^14، والفرق ما بين الثنين F1 و F2 هالمقدار هذا، و أمتهم بهالطريقة هذه. عادة دول التو سنسيتيف فوتو ديتكتورز، الاول قلنا الفولتيه ثابته اللي هو رقم اي، والهرتزيه 2 × 10^6 هرتز او 2 ميجا هرتز، والثاني راح قلنا مختلف، والفرق ما بين الاول والثاني راح نحصل على إزاحة. عادة الفرق بحدود يكون ما بين النصف ميجا هرتز والثلاثة ونص ميجا هرتز، لأنه أقصى شيء للأي ثابت والأقصى شيء للبي ما بين الثلاثة ونص إلى نص خلال التداخل البناء والهدام ونحصل على قيمة الإزاحة من خلال استخدام كاونتر لهال تداخلات والبناء الهدامة والبناء، وحصل على قيمة السرعة لهذه النقاط المطلوبة. نوع آخر من أجهزة قياس الإزاحة اللي هو اللينير إندكتو سين، وهذا عادة مكون من جزئين. الجزء الأول هذا اللي هو عازل
مثبت عليه هذا ملف أو سلك موصل كهربائي، موصل هذا اللفة تكون على شكل موجة مربعة، ومن بداية هذا الجزء الثابت إلى نهايته هذا الملف موجود، اللي هو هذا كل واحد من عندهم يدعى بإتراك. وهناك سلايدر، هذا السلايدر أيضا مثبت عليه ملف مشابه لهذا، لكن هناك فرق بالطور ما بيناتهم. هذا إذا ناخذ فتشين كبره هنا، فالثابت هاي الموجة المربعة إله، والمتحرك مكون من جزئين، الجزء واحد من عندهم هذا الأول اللي هو مكون من موجة مربعة مشابهة للأولى، هاي واحدة هنا والثانية، هاي موجتين، والثانية الطول الموجي طبعا سواء كان الثابت أو المتحرك 2 مليمتر، اللي تدعى بالسايكل بيتش. والجزء الثاني اللي هو أيضا مثبت على السلايدر نفس الشكل نفس المواصفات، لكنه مزاح بربع الموجة عن الثابت وعن الأول، مثل ما تلاحظون الأول متطابق، الثاني هناك فرق هذا المسافة من هنا لهنا الربع. فبالتالي أثناء الحركة طبعا هذا يثيرون بتيار معين كهربائي، فبالتالي أثناء الحركة ستتولد إشارة كهربائية بهذا السلايدر نتيجة الفرق ما بين هذا وهذا، والحركة هاي الإشارة الكهربائية ستعتمد على مقدار الإزاحة. لكن هنا شو يكون عندنا الإزاحة؟ كل 2 مليمتر، كل ما يكون عندك حركة لبتش واحد ترجع الإشارة الكهربائية بنفس المقدار، بالتالي الواقع الإزاحة اللي يقيسها هي 2 مليمتر. إذا تريد أكثر يفترض أنه تبدأ تضيف كل 2 مليمتر زائدا عداد يضيف 2 مليمتر زائد الإزاحات للبتش الواحد، فتقدر تحصل على الإزاحة المطلوبة. وعادة هذا أيضا يستخدم مع مكائن التشغيل الميكانيكي المختلفة. المسافة ما بين الثابت والمتحرك مثل ما موجود 125 مليمتر، 125 بالألف عفوا من المليمتر. وهذا اللينير اندكتوسين عادة يمتلك ريزوليوشن قيمة 2.5 مايكرونز، معناها من الممكن انه يقيس هالمقادير هذه 2.5، يتحسس كل 2.5 مايكرون، و الجاب اللي بيناتهم بين المتحرك الثابت هالمقدار هذا. وعادة هذا من انه تستخدمه لقياس مسافات حسب ما مطلوب. والفولتية المسلطة على الثابت قيمتها V سب S، وشكلها V ساين أوميجا تي، لأنه إذا مو ساين أوميجا تي ما راح تكون عندك نتائج بالمخرجات. فالفي واحد ممكن تكون صفر، والثانية V اثنين V ساين أوميجا تي، أو في 2 تكون صفر، والفي 1 هي في ساين اوميجا تي. لكن بشكل عام الفي 1 قيمتها في ساين اوميجا تي في ساين 2 باي اكس اوفر اس، والاس هو البيتش للسايكل اللي عرفنا قيمته شقد 2 مليمتر. والفي 2 قيمتها في ساين اوميجا تي، هذه ان ثابته هذه المسلطه، في كوساين فارق طور لأنه اكو طور بيناتهم 90 درجة ربع موجة، في 2 باي اكس على الأقل، والاكس هنا طبعا الإزاحة المطلوب قياسها، والاس هنا يمثل ال بيتش سايكل اللي شفنا قيمته 2 مليمتر.
نوع آخر اللي هو linear variable differential transformer أو ما يسمى LVDT عادة. هذا مكون من جزئين، الجزء الأول عبارة عن ملف ثابت مسلط عليه فولتي تيار متناوب، والجزء الثاني عبارة عن ملفين مربوطين بالعكس، نهاية الأول مع بداية الثاني، ونحصل على الفولتية الخارجة من بداية الأول وبداية الثاني، يعني مربوطين بالاتجاهين المتعاكسين مثل ما موجود أمامك. الفولتية المسلطة أيضا على شكل ساين ويف تيار متناوب، فنحصل على فولتية بالأي وفولتية بالبي، والفولتية بالأي كي أي ساين أوميجا تي، وبالبي كي صب بي ساين أوميجا تي ناقص فاي اللي هو الفرق الطور ما بين ذول الثنين الأي والبي. وعندما يكون هذا، طبعا هذا الكور اللي هو الديسبليسمنت تجي هنا، وكور هذا يفترض يكون موصل لل يعني كور حديدي موصل للفيض المغناطيسي، يتأثر بالفيض المغناطيسي ويؤثر. فإذا كان هذا بالإزاحة الصفرية بالسنتر، فالكي سب أي يساوي الكي سب بي، و الفولتية راح تكون متساوية وقيمتهم بهالمقدار هذا. لكن إذا كان إزاحة إلى الأعلى الفولتية بالأي تختلف عن البي، وإذا كان العكس راح تكون البي تختلف عن البي. ف بالسكندري ويندينجز اللي هم الأي والبي، فالأوتبوت فولتج قيمتها الفي أي ناقص الفي بي. وبالتالي إذا كان عندنا بالسنترال فالأوتبوت فولتج صفر، ليش؟ لأنه بالأي مساوي للبي. وإذا الكور صعدنا إلى الأعلى فالكي أي نفترضه كي واحد والكي بي كي اثنين، فالأوتبوت فولتج راح تكون كي وان ماينس كي تو ساين أوميجا تي ناقص فاي. وإذا العكس انعكس يعني إلى الأسفل، فراح يكون الكي بي هو الكي وان والكي اي كي تو. فلكن شي يكون عندنا هنا الإشارة تكون مفروض بالاتجاه اللي هو مثل ما بهال موجود هنا. إذا عكسنا الاتجاه فالكي اي راح يكون كي تو وكي بي كي وان، أو نكتبه كي تو ناقص كي وان ساين أوميجا تي، أو كي وان ناقص كي تو ساين أوميجا تي زائد باي ناقصا فاي اللي هي فارق الطور ما بين الأول الملف الأول والملف الثاني. و الديسبليسمنت ممكن تكون سالبة أو موجبة بالاعتماد على الحركة عن ما يسمى بالنل بوزيشن أو الريفرنس بوزيشن، اللي الريفرنس بوزيشن يكون به قيمة الفولتية المخرجة الخارجة صفر لتساوي بي الملفين الأي والبي. هنا absolute displacement measurement اللي هو هذا عادة يستخدم بقياس الإزاحة، لكن الإزاحة هنا ليست الإزاحة الثابتة بل الإزاحة الديناميكية، وهذا عادة يدعى بالسيزموميتر اللي هو يستخدم بالقياس الزلزالي. هذا مكون من صندوق، هذا صندوق يثبت على المكان اللي يريد قياس إزاحته وسرعته وتعجيله، وهناك كتلة قيمة أم مثبتة مع الصندوق من خلال نابض ومخمد. ممكن يكون هذا النابض من الأعلى والمخمد من الأعلى، أو واحد من الأعلى واحد من الأسفل، أو مثل ما موجود هنا. الإزاحة عند الحركة ستتحرك بإزاحة خاصة به اسمها X sub M، إزاحة الكتلة. وهنا هذه راح تكون إزاحة نسبية ما بين الصندوق والكتلة، فبالتالي النابض سيتحرك بإزاحة نسبية مو مثل تختلف عن XM،
وكذلك المخمد بسرعة نسبية. عادة السرعة النسبية هي الـ xn مطروح من عندها الـ xm أو الـ xm مطروح حسب الاتجاهات ناقص الـ xn، فيكون عندنا هنا إزاحة نسبية لما بين الجسم المتحرك لكتلة أم والصندوق. هذا شلون نقدر نحصل عليها؟ عادة هذه الإزاحة نستخدم من بوتنشيوميتر اللي استخدمناه بالبداية كمقياس الإزاحة ونربطه إلى الخارج حتى نحصل على قيمة الحركة X out اللي حركة نسبية ما بين الكتلة والصندوق، حتى من خلالها نحصل على الـ X in. وعلاقاتها هنا علاقات حقيقة قسم السيارات يعرفونها لأنه دارسين اهتزازات، وقسم الطاقة ما راح يكون مطلوب من عندهم هذا المقياس. فالكتلة بتعجيلها يساوي قوة التخميد، هذه قوة التخميد كلها وهذه قوة النابض، وهاي العلاقات اللي الـ X out هي الـ XM ناقص XI أو الـ XM يساوي الـ XN والـ X out حسب الإشارات، ممكن تكون سالبة وموجبة لكن بشكل عام هو الصيغة هذه اللي هي وجب. فنحصل على العلاقة هذه، يفترض عندنا عادة X out و X in. فهنا بإعادة ترتيب المعادلة نحصل على جهتين، هنا تلاحظ كلها X out وهنا الجانب الأيمن X in، فهذا نقدر نعتبره هو الإشارة الداخلة وهذا الإشارة الخارجة. ولأن الإشارة الداخلة عبارة عن موجة على شكل ساين ويف، فبالتالي الإشارة الخارجة راح نقدر نعرف قيمتها من خلال نسبة الامبليتود ما بين الاوتبوت والانبوت، هذا الاوتبوت على الانبوت ام اوميجا تربيع على هذا المقدار، او الاوتبوت امبليتود قيمتها الانبوت امبليتود مضروب بالمقدار اللي هو ام اوميجا تربيع على المقدار هذا اللي هو حركة توافقية. وتعرفون هاي شلون اجت بالنسبة ليش؟ لانه هذا نشتق مرتين، نشتق الازاحة مرتين وهذا نشتقها مرة واحدة، ونحصل على نشتق هاي الازاحة هاي الاكس ان نشتقها مرة نحصل على هذا المقدار، ونشتقها مرتين على هذا نشتقها مرتين نحصل على هذا المقدار اوميجا تربيع. اذا نشتق مرة راح يكون عندك البي اوميجا، ونحصل على الاوتبوت ديسبليسمنت بدلالة الانبوت ديسبليسمنت او نسبة الامبليتود ما بين الانبوت والاوتبوت بهالمقدار هذا. وهنا ايضا دلالة الفريكونسي، هاي الفريكونسي للانبوت سيجنال وهاي الناتشرال فريكونسي للمقياس، هذه معامل التخميد، وهذول العلاقة اللي تنطي العلاقة ما بين الإشارة الداخلة والإشارة الخارجة. والفاي هي عبارة عن تان انفرس فاي وقيمتها الإيماجينري بارت اللي هو هذا الإيماجينري بارت أوميجا أو 2 زيتا أوميجا على اوميجا ان، وهذا الريل بارت هذا كله الريل بارت اللي هو كي ناقص ام اوميجا تربيع او واحد ناقص اوميجا على اوميجا ان تربيع. دولة ونحصل على الفايل اللي هو الفيز ديفرنس ما بين الانبوت و هاي. هنا عندنا رسمياً الرسم الاولي هو الامبليتود ريشيو الاوتبوت سيجنال على الانبوت سيجنال، يعدد قيم من التخميد هاي النسبة واحد، اذا التخميد صفر فنحصل هنا امبليتود ريشيو عالية جدا بمنطقة الواحد، لان اوميجا على اوميجا ان هنا نسبة، فالواحد تمثل منطقة الرنين، فبحالة الرنين يصير عندك
إزاحة عالية جدا للكتلة. إذا زادنا التخميد ربع تنخفض النسبة، وإذا نص انخفضت، وإذا 7 من 10 نحصل على هذا المسار اللي عادة هذا أفضل شيء. تستخدم مقدار نسبة التخميد 7 بالعشرة 68%، هاي التخميد عالي، تخميد حرج 1، فيكون الاستجابة بطيئة. هنا الاستجابة الجيدة اللي هي خالية من اوفرشوت وسرعتها لا بأس بها، الايرور يكون بها أقل. وهذا الفايل اللي حسبناه بالسلايد السابق اللي هو فارق الطور ما بين الإشارة الداخلة والإشارة الخارجة، اللي هو يعتمد على الفريكونسي ريشيو. إذا الفريكونسي ريشيو قليلة فالفارق الطور قليل، من تكون بالرنين 90 درجة ومن تجاوز الفريكونسي العالية تروح إلى 180 درجة. وعادة المفروض الجهاز يستخدم بأي منطقة من المناطق. الآن حتى نقول نستخدم بهالمنطقة لو بهالمنطقة لو هنا الواقع حتى نقدر نستخدم المقياس هذا. إذا عدنا سيزموميتر اللي هو موضوع حديثنا، فيفترض نسبة الإزاحة للكتلة إلى الإزاحة ل الانبوت او المخرجات الى المدخلات 1، حتى نحصل على افضل اشارة خارجة. فيكون افضل منطقة استخدام هي عندما تكون قيمة الفريكونسي للانبوت تقريبا 2.5 للناتشرال فريكونسي فما فوق بهالمنطقة هذه. بهالمنطقة هذه، لكن إذا عندنا أكسلوروميتر، والأكسلوروميتر عادة نحاول قيمة الإزاحة قليلة حتى نولد قوة عالية، حتى نولد إشارة كهربائية ونجعل تكون بهالمنطقة هاي. لكن إحنا لأن موضوعنا السيزموميتر، فبالتالي هاي منطقة الاستخدام أو الفريكونسي اللي ممكن أن نستخدمه كنسبة فريكونسي 2.5 فما فوق، وبالتالي تكون عندنا فارق الطور هنا بهالمقدار هذا اللي هو 180 درجة تخلف ال output. هذا الأكسلروميتر اللي هو واقع البايزو إلكتريك أكسلروميتر، هذا يستخدم أو نوع الكومبريشن وهذا نوع الشير. وهنا باختصار الاكسلروميتر مكون من كتلة متحركة، هاي الماس نفس الموجود بالسيزموميتر، وهنا البايزوإلكتريك ماتيريال اللي هي كوارتز. هاي المادة لها خاصية إذا أجهدت تولد إشارة كهربائية، ولكن الإشارة الكهربائية يفترض مع تكون سريعة التبدد، فيفترض أن تكون القوة ديناميكية. بالتالي هنا تستخدم مع الأكسلروميتر لأنه الانبوت هذه بهالاتجاه هذا، فنتيجة الحركة ستتولد قوة تثاقلية من هذا الجسم اللي كتلته أم، فبالتالي راح يكون ضغط وشد على هالمقدار على المادة الكريستالين بايزو الكتريك ماتيريال، وبالتالي نحصل على إشارة خارجة من الطرفين ذول الأحمر اللي هو على شكل output. هاي نوديه إلى باور أمبليفاير لين قليلة نضخمها حتى نقدر نرسمها على أسلوسكوب. وهذا الأكسلروميتر اللي قلت لكم بالصفحة السابقة نستخدمه مع نسبة الفريكونسي القليلة حتى نحصل به إزاحة قليلة، حتى إزاحة نحولها إلى قوة هنا تكون قيمة القوة المؤثرة. وشكرا جزيلا على الاستماع لهذا